الفصل الثاني من الوفاة إلى العرش. سؤال: كيف تتم تربية ملك وعلى ماذا ترتكز؟ جواب: المسألة في غاية التعقيد. أعتقد أنه يتعين قبل كل شيء على الأب أن يكون مربيا من الدرجة الأولى، ثم بالإضافة إلى ما يلقنه من مبادئ يجب أن تكون حياته اليومية مثالا ومرآة. وأيا كانت الأسر، فإنه عندما تتكون رابطة بين الأب وابنه تحدث المحاكاة، بحيث يحرص الابن على أن يمشي ويجلس ويحمل شوكته تماما كما يفعل أبوه، فهو عنده المثل الأعلى. بطبيعة الحال تضاف إلى ذلك تربية مدرسية مرتكزة على الوعي بالمسؤولية وبالعمل المتعين القيام به. وهاكم مثالا: عندما كنت تلميذا كان يحدث أن تكون نقطي أصفارا، ولكن أبي لم يعاقبني قط. وعندما تكون النقطة 4 أو 5/20 كان العقاب واردا، كان يتقبل أن تكون ثمة عثرات، ولكنه كان لا يتحمل الرداءة. وفي الواقع، وهذا عنصر مهم، عشت طوال سني الطفولة والمراهقة في جو يشبه المحكمة. كنت أعلم أنه يمكن في الطور الابتدائي للمحاكمة توقع صفح أساتذتي أو مربيتي، أما في الطور الاستئنافي عندما يصل الأمر إلى والدي فإن العقاب يصبح واردا. سؤال: وكيف كانت طبيعة ذلك العقاب؟ جواب: إلى حدود 10 من عمري أو 12 تلقيت ضربات بالعصا، وكان يسعدني أن أتلقاها من أبي لا من غيره، على أننا حتى اليوم نعلم أن فقيه المدرسة القرآنية يمتلك عصا غالبا ما يضرب بها على الأيدي، لأن الكف أكثر حساسية. لقد طبقت نفس الصرامة الأبوية مع أبنائي، وأحمد الله على أنني لم أجد صعوبة في تربيتهم. إنه لا ينبغي استعمال المنطق مع الصبي، وإلا كنا نطالبه بمجهود ذهني يفوق طاقته، فضلا عن كونه لا يدرك الغاية منه. وإذا نحن أخذنا محاجاته فإنه سرعان ما يميل إلى الاعتقاد بأننا نسعى إلى مفاوضته. وإجمالا، ففي هذه السن كما قال باسكال يحسن طي الآلة وتبسيطها، ذلك أن الطفل لن يفهمنا إلا بعد ردح من الوقت يتبين له أثناؤه أن تلك المحاجاة لم تكن صادرة عن ضعف. سؤال: في أي وقت شعرتم بشخصيتكم المتميزة ووعيتم الدور الذي كان ينتظركم؟ جواب: لقد شعرت بهذه الشخصية المتميزة منذ صباي، عندما اكتشفت الوسط العائلي والتشريفات المضنية أحيانا والأسوار العالية للقصور التي ترعرعت داخلها، حيث كنت أشعر أحيانا بالعزلة. وبعد ذلك أصبح لهذا التفرد ما يبرره عندما شرح لي لماذا تتعين تنشئتي بهذا الشكل. لقد اكتشفت أنني أهيأ لدور ما، وهكذا تنامى وعي تدريجيا، وكان لوالدي في ذلك دور حاسم. وذات يوم لم أتقن عملي فاستدعاني والدي إلى غرفته، كان يرتدي ثيابه استعدادا لأداء صلاة الجمعة. لقد فاجأني بهذا السؤال: ألا ترضى أن يتفوق عليك شخص آخر في كل شيء؟ فأجبت: بل أوثر أن لا يحدث ذلك. فقال: بلى، إذا تعلق الأمر بابني. وأضاف والدي: عليك إذن أن تعلم أنني أحب أن أكون الأفضل، لكني سأكون أسعد الناس حينما ستصبح أفضل مني. وهنا انتهى الحديث، وعاد والدي إلى ما كان بصدده. لقد كان عمري آنذاك 8 أعوام. سؤال: حتى لو كان المرء مهيئا للحكم فإنه عندما يتسلم مقاليده يحس بالصعوبة. جواب: في الحقيقة لا يكون الإنسان أبدا مهيئا للحكم، لأن هناك دائما هوة حقيقية لا بد من تخطيها. ولما توفي أبي صرت كالميت الحي، لأنني دفنت ولي العهد. سؤال: ماذا دفنتم؟ جواب: حريتي، وكذلك الشعور بأني محمي بمظلة الرعي كيفما كانت الأحوال. لقد وجدت نفسي فجأة في مواجهة مصيري، فكان علي أن أعيد بناء كل شيء بما في ذلك أسلوب حياتي. كنت حتى ذلك الوقت أعيش حياة العزوبة حرا طليقا كالهواء، لا أتقيد إلا بالمواقيت التي كان والدي يرى إلزامي بها.
أما ارتقاء العرش فشبيه بوضع صاروخ ذي طابقين، بحيث يتعين على المرء أن ينسحب من الطابق الأسفل طالما أنه يستهدف الوصول إلى المدار والتأهب للتخلص من الجاذبية. إنه المسار الذي يقتضي التضحية بالعديد من الأشياء. سؤال: بماذا مثلا؟ جواب: أفضل ألا أخوض في هذا الحديث. سؤال: أهي أشياء مهمة؟ جواب: إنها أشياء خاصة. سؤال: عندما تربعتم على العرش هل كنتم مدركين أن ملككم معرض لاجتياز لحظات حرجة؟ جواب: كلا، بالطبع كنت أعلم أن الأمر لن يكون سهلا، والحمد لله على أن أبي كان شديد الحرص على أن أتابع دراسات معمقة في الأدب وفي التاريخ خاصة. هكذا توفرت على ما يشبه قائمة بجميع ما يمكن أن يحصل لي. ومع هذا يجب القول بأن الحادثين اللذين وقعا سنتي 1971 و1972 لم أكن أتوقعهما بتاتا، لم أكن أتصور أن يأتي الخطر من الجهة التي أتى منها. سؤال: أكان لديكم الشعور بأنكم على أتم استعداد لهذه المهمة؟ جواب: قبل كل شيء سأقول لكم شيئين أعتبرهما أساسيين. فبكل صراحة، إذا كان ممكنا برمجة إنسان على حاسوب، فإنني أحرم على نفسي برمجة ملك. إن كل شيء رهين بطبيعة الفرد، ثم إنني لم أفكر أبدا في ارتقاء العرش. سؤال: هل تتكلمون بجد؟ جواب: لقد كان أبي يكبرني 20 عاما. كنا نتذاكر ذات يوم فقلت له: إنكم يا سيدي في ريعان الشباب، وسيهبكم الله عمرا مديدا، إذ ليس بيننا سوى 20 سنة. أتتصورون سلطانا جديدا للمغرب يمتطي لأول مرة صهوة جواده للتوجه لأداء الصلاة وهو يمسك بيد مرتعشة قربوس شرجه؟ هذا مستحيل. كل ما أتطلع إليه هو أن أهبكم ولدا لتتولوا تربيته وتكوينه لأجل أن يخلفكم بعد سنين طوال طوال. أما أنا فلماذا أضع في ذهني شيئا لم أكن أفكر فيه؟ ذلك أنه لا يمكن اعتلاء عرش المغرب في سن 60، لأن هذا البلد بلد الشباب. لقد كان أبي في صحة وعافية جيدتين، مات في أعقاب عملية جراحية بسيطة أجريت له على وتيرة الأنف، ومثل هذه العملية هي مصدر رزق الأطباء المختصين في جراحة الأذن والأنف والحنجرة، وهم يباشرونها على صبيان عمرهم 6 سنوات. لقد كانت هذه العملية بمثابة سطو على حياته. سؤال: ألم يكن لديكم أي طموح؟ جواب: لا على الإطلاق، إلا ما كان من مطمح النجاح في دور الساعد الأيمن الممتاز لوالدي. يبدو أنكم تستغربون ذلك. سؤال: نعم أستغرب كثيرا. جواب: قبل كل شيء كنت أكن لأبي حبا لا يمكنكم تصور مداه. لقد وهبته نفسي حقا حين قلت له، وليس هذا من الاستعارة في شيء: سيدي، كل ما ثقل عليكم حمله سيكون خفيفا علي. وحينما قام بتنصيب ولي للعهد تجلدنا طيلة الحفل، لكن عندما التحقت به بكينا معا. قلت له: لماذا هذا الحفل؟ لا أريد أن يأتي ذلك اليوم، لأن مجيئه يعني غيابكم. ذلك أنه يمكن للإنسان بكل تأكيد أن يؤدي مهمة ويخدم قضية دون أن يكون بالضرورة ملكا. لقد كان هذا رأيي، وتوليت أنا النطق بما لم يكن في وسعه الجهر به. لقد كنت أتكلف بأداء المهام الدقيقة، وخلاصة القول أنني كنت أراني مساعدا للراعي، أو كما نسميه المعلم. وفي عهد الحماية كان يأتي إلى القصر بعض الشخصيات الوطنية للاتصال سرا بوالدي، وكانوا يتنكرون في أزياء نسائية حتى لا يكتشفهم الفرنسيون. كنت أتولى نقلهم بسيارتي، وكانت الجلابيب والخمارات مكدسة في مخزن السيارة. ثم بمجرد انتهاء الاجتماع كنت آخذهم في السيارة وأنزلهم ليلا في الغابة. إن منهم من لا يزال على قيد الحياة، وبإمكانكم أن تسألوهم. يكفيني إذن أن أشكل صحبة أبي فريقا من المتواطئين.
وعندما كان والدي يسافر لم يكن هناك سوى شيئين اثنين لا يسلمهما إياي، أولهما الطابع الشريف الذي كان يحمله معه رمزيا، ثم مفتاحه الشخصي. وهكذا ألفيتني عدة مرات ملكا دون أن أكون كذلك. وبعد مضي 3 أسابيع أو شهر كنت ألاحظ أن العبء ثقيل، وكان يسعدني إيابه كلما غاب، إذ بعد رجوعه كنت أعود إلى حياتي المزدوجة، من جهة الحياة الجدية المتمثلة في العمل إلى جانبه، ومن جهة أخرى سهراتي ورحلاتي للخارج والسيارات الفاخرة.